أبو زيد الهلالي للشاعر سمير عبد الباقي. رحل ابو زيد بسرعة كالشهاب والبرق وساب التلاتة في قلب السجن، لكن نقول الحق كانوا في نعمة ولا الحرية او اكتر. سعدة تزورهم يوماتي باكل وبفاكهة ومعاها اخبار ابوها والبلد والناس، بتحب تونس بلدها وكانت تعشق الاشعار. حواديت تصايد قلوب عاشقين في نعايم، الحب وحده اللي دايم والسفر اخطار. ابو زيد بيطوي الفلا يقطع سهول وقفار. مرت الايام ورا الايام وطالت السكة عليه الان، قلبه موزع ما بين اهله واحوالهم والسجن واللي فايتهم بين ايدين ظالم. كان عشقه يتشفف عذاب الغير ولا يؤتمن على طير. ومرت الايام طويلة على الولاد في السجن وعلى الهلالية، حتى وصل ابو زيد حكى لهم ما جرى ووصف لهم ما نظر. الامل قلبهم واستبشروا بقرب الخلاص من المجاعة، قاموا جهزوا للرحيل. Thank you.
مبقاش هناك خوف، ارض العسل واللبن في الحلم تصبح حقيقة.